إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة المباركة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. عنوان هذه الحلقة: آداب قراءة القرآن الكريم. وينبغي لنا جميعا أن ننتبه لهذه الآداب، فإنها مهمة جدا، لقوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ولهذا نقول من آداب قراءة القرآن الكريم: أولا، الإخلاص لله تبارك وتعالى في السر والعلانية، بمعنى أن تكون قراءته لله، ليس لفلان أو علان من الناس، وإنما هي لله، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والإخلاص هو محله القلب، وليس للسان فيه دخل إطلاقا. أيضا من آداب قراءة القرآن الكريم أن يتسوك الإنسان قبل القراءة، والسواك جاء في فضله أحاديث كثيرة جدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالسواك. أيضا من الآداب إذا كان الإنسان على جنابه ولم يجد الماء، فينبغي له أن يتيمم حتى تتاح إليه القراءة. ومن الآداب يستحب للإنسان أن يكون في مكان طاهر أو نظيف، مثال على ذلك بيوت الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في كتاب الكريم: وأن المساجد لله. وأيضا أن يتخذ الإنسان في منزله في بيته غرفة معينة مهيئة لقراءة القرآن وحفظه ومراجعته ونحو ذلك. من الآداب أيضا أن الإنسان يشرع له أن يقرأ القرآن وهو ماشي أو وهو راكب، سواء في سيارته أو على الطيارة مثلا أو على الباخرة أو نحو ذلك. فالقراءة ما دام الإنسان على طهارة يقرأ بما شاء، سواء ماشيا أو راكبا. كذلك يستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم أن يكون متخشعا وخاشعا من هذه الآيات الزكيات المباركات. قال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. وأن يكون على وقار وتعظيم لهذه الآيات المباركات. ولا بأس الإنسان ربما يكون أحيانا على فراشه فيقرأ بما ييسره الله سبحانه وتعالى له من القراءة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرير. هذا الأثر رواه الفريابي بإسناد صحيح. أيضا من الآداب أن يستعيذ قبل القراءة، لقوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا من الآداب أن يحافظ الإنسان على النطق بسم الله الرحمن الرحيم مع بداية كل قراءة أو كل صورة إلا صورة التوبة.
أيضا من الآداب الخشوع عند قراءة القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. هذا الأثر رواه أبو نعيم في كتابه الحلية. أيضا من الآداب أن يردد الآيات لكي يرق قلبه ويزداد بذلك إيمانا. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ردد قوله تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. وردد سعيد ابن جبير قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيضا من الآداب البكاء عند القراءة. عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. أيضا من الآداب ينبغي الإنسان أن يراعي في أدائه لتلاوة كلام ربه تبارك وتعالى، ويحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون التكلف بترتيل الآيات، لقول تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح فرجع في قراءته، رواه البخاري ومسلم، بمعنى رتل الآيات. أيضا كذلك النهي عن الإفراط في الإسراع، ويسمى عند العرب قديما بالهذ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: هذا كهد الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، رواه البخاري ومسلم. فالاستعجال في قراءة القرآن أحيانا تشرع للإنسان الماهر، مثلا يريد أن يراجع حزبه وهو متقن للتجويد ومتقن أيضا لحفظه، ولا يعني يزيد في الآيات ولا ينقص منها، فهذا لا بأس به. أما الإنسان إذا قرأ وفرط فهذا هو الممنوع. أيضا يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله سبحانه وتعالى رحمته، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من عذابه وعقابه. وهذا لا شك أنه يعني مرغوب، هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا في قيام الليل. وهذا يعني هو مذهب الشافعي وجمهور العلماء رحمهم الله، ما عدا أبي حنيفة. أيضا اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما لا بد منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ، رواه البخاري. وهذا حقيقة يعني ينبغي للإنسان الذي يتلو كتاب الله تبارك وتعالى أن يوقر كلام الله سبحانه وتعالى توقيرا، وإذا جلس في مجلس فلا يخلط كلام الله بكلام الناس، وإنما إذا أراد أن يقرأ القرآن يتهيأ المكان وتهيأ أيضا الوقت والزمان، ويخلو بكلام الله تبارك وتعالى يرتله ويرقق قلبه بهذه التلاوة. أيضا كذلك يقول العلماء: لا يجوز قراءة القرآن بالأعجمية سواء أحسن العربية أم لم يحسنها، وسواء كان في الصلاة أم في غيرها، ومن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد.